وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم. ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا. فصنع صوتاً من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر. وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من ها هنا. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فسأله اليهود: أية آية ترينا أن لك الحق في أن تفعل ذلك؟ أنقل هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. في ثلاثة أيام تقيمه؟ أخذ بناء هذا الهيكل 46 سنة. وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده: فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان.